المينا. فمن هذه الناحيه كاين دابا الناب المنصور وكاين بعض المناطق الساكنيه في قنيطره وعندنا في مكران مشاريع، ولكن هذا المشروع ديال مولي حسن عرف النور واليوم كيتشن وكيعطي فرصه للساكنه كامله ديال هذه المنطقه، لان الحق عجبتني بزاف وكاين دواوير كثيره على انهم يتعلموا وتعلموا. وحنا غنديروا المراقبه، هادشي راه ماشي كنعطيو الموافقه وكنرجعوا بحال داكشي ديال الجمعيات. حنا كل ما شفنا الاخت عايشه جاده ما نعطيوهاش، وحنا اليوم غنديروا المراقبه والمتابعه. ودابا راه دايرين اجتماع مع الاخوان، كتشوفوا هنا كاينين الاساتذه وكاين المديره جالسه معنا والسيده الرئيسه، علاش هاد الوليدات يقراو قرايه مزيانه ونضحيو على اساس داك هذوك الدبلوم، اما يدير به ياخذ واحد الكريدي ويدير حتى واحد اللاق ولا يدير حتى هو الفصاله، او لا يخدم في واحد الفيرما ويكون عنده واحد السميك ويكون عنده واحد. هو دابا جات مع المبادره اوراش اللي انطلقت اليوم، هي اللي عندها جوج ديال المراحل ديالها، منها المراحل ديال وكاينه فرصه غتجي من بعد. دونك هذا الاطار هذا الشباب كنظن نهار يتخرج يلقى هاد المشاريع واقفين كلهم نوقفوا معاهم حتى يخلقوا الشركات ديالهم ويحركوا هاد المنطقه. وراه دارت واحد المهنه اللي هي صعيبه جدا وكنحاول نطلق، هي لا كويزين الطبخ، لان هاد المنطقه هادي منطقه كي كتشوفوا سياحيه، وكحنا ملي كنجيبوا وليداتنا راه كنوحلوا كنلقاوش داك الاكل في داك المستوى وهذاك لا بروبرتي وديك. دونك الا حنا حركنا التكوين وكوننا لي غوستيغاتور وكوننا لي كويزيني وكوننا، راه المنطقه غادي يولي واحد المستوى اخر، وهاد الاخوان اللي كاينين وجو مستثمرين اخرين، وان شاء الله المنطقه تولي احسن واحسن وتكون مديره الدخل على الجميع. دونك شكرا للاخت عائشه، شكرا للجمعيه، شكرا للسلطات المحليه اللي رغم كورونا وسمحات لنا نديروا هذا اللقاء. شكون الممثل؟ الشيخ. شكرا وبلغ الشكر رئيس الدائره واخ الباشا والقائد وجميع هنا هنا غادي نكملوا غادي نبلغوا هذا الشيء للعماله بار ايكري وهذا. شكرا للاخوان ديال الاعلام اللي واكبونا اليوم، يعني جميع المتداخلين هما اللي غادي ينشروا هذه العمليه، فشكرا للجميع بالتوفيق ان شاء الله. غادي نتلاقاو في التخرج ديال اول بروموسيون ان شاء الله، وغادي نحفلوا هنا ونعطيهم ان شاء الله لي ديبلوم ديالهم ونواكبوهم، وشكرا.